خلينا نطمن حضراتكم على حالة الطقس النهاردة. زي ما بتقول هيئة الأرصاد الجوية، بتتوقع هيئة الأرصاد أن الطقس النهاردة يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل هيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والبلاد، ولطيف على السواحل الشمالية. قبل ما نتعرف على درجات الحرارة، خلينا نسأل الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على الأحوال الجوية. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. دكتورة منار، درجة الحرارة النهاردة 33، واستمرار في اعتدال الحرارة لمدة يومين، ربنا يا رب يديم النعمة وتفضل مستمرة معانا. نتوقع ان احنا هنقعد فترة كده ان شاء الله؟ هو خلينا نقول بالفعل ان احنا اليوم بنشهد طبعا استقرار تام في الاحوال الجويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه القادمه من على البحر المتوسط بسبب امتداد مرتفع العروض الوسطى، كمان في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيجعل طبعا الاجواء خلال فتره النهار على اغلب المناطق الموجوده في القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري طقس حار خلال فتره النهار، مائل الحرارة على سواحلنا الشمالية، هيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل الأجواء معتدلة تماما على كافة الأنحاء، يمكن كمان في الساعات المتأخرة من الليل الأجواء بتبقى لطيفة جدا على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان إن مع نشاط رياح اللي بنلاحظه خلال فترة المساء وتحديدا بيبقى على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بعض المناطق كمان من سواحلنا الشمالية وجنوب سيناء، ده بيقلل نسب الرطوبة الموجودة في الجو، فبالتالي بيساعدنا على الإحساس بالأجواء المعتدلة خلال فترات المساء تحديدا. متوقع طبعا استمرار هذه الأجواء إلى نهاية الأسبوع، لكن من يوم السبت القادم هيكون في ارتفاع. مش عايزين نسمع جداً. لكن دي بقى يا دكتورة، خلينا كده لغاية السبت القادم ونقف، إلا إذا لو يعني هتقولي في انخفاض. لا ان شاء الله هيكون بحوالي درجه الى درجتين، يعني احنا خلال هذه الايام 33 درجه مئويه، مع يوم السبت ما بين ال 34 وال 35 درجه مئويه، ان شاء الله مش ارتفاع ملحوظ وارتفاع خفيف جدا في درجات الحراره. هتظل معاها الاجواء حاره فتره النهار، معتدله فترات الليل، لكن طبعا احنا خلينا نقول ان درجات الحراره دي هي درجه الحراره المنخفضه في الظل، احساسنا بيكون اعلى من بدرجات الحراره اعلى من القيم دي بسبب طبعا تعرض مباشر لاشعه الشمس او الارتفاع الطفيف جدا في نسب الرطوبه اللي موجود في الجو، لكن الاجواء بصفه عامه هتكون مستقره ان شاء الله حتى كمان مع يوم السبت باذن الله. طيب دكتوره، في ناس كتير خلصت امتحاناتها، وفي ناس كتير قدرت تاخد اجازات، وبقى في فرصه للسفر لفترات قصيره، او حتى كمان اللي متاح له انه يسافر المدن الساحليه لفترات اطول، نقدر نقول ان الرطوبه اخبارها ايه مع الناس اللي بتتعرض للسواحل؟ يمكن كمان نسب الرطوبة في الأماكن الساحلية طبعا بتبقى أعلى من نسب الرطوبة الموجودة في القاهرة الكبرى أو المحافظات الموجودة في جنوب البلاد بسبب طبعا قربها من المسطحات المائية، إن كان البحر المتوسط أو البحر الأحمر، وتحديدا كمان المناطق اللي موجودة في البحر الأحمر نسب الرطوبة بتبقى فيها أعلى كمان. يعني احنا نقول للبحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، لكن نسب الرطوبه ممكن تكون اعلى شويه من القاهره الكبرى، يعني تتراوح 30 ل 35% خلال فتره النهار، خلال فترات الليل بتتراوح ما بين ال 80 ل 85%، هي اعلى من نسب الرطوبه طبعا الموجوده في القاهره، لكن هناك بيبقى في نشاط رياح، يعني نشاط رياح ده بيقلل نسب او الاحساس بنسب الرطوبه الموجود في الجو، فبالتالي هنحس ان شاء الله بالاجواء مائله للحراره فترات النهار، معتدله او لطيفه كمان خلال فترات الليل بسبب نشاط الرياح القوي اللي بيقلل نسب الرطوبه، نستمتع تماما بالاجواء، لكن دايما النصيحه المهمه خلال الفترات اللي جايه بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره، لو احنا عاوزين نروح البحر ما بقاش فتره الظهيره، من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر، ممكن نخرج في الصباح الباكر او بعد فتره العصر يبقى موجودين ما فيش مشكله، لكن فتره الظهيره دي الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، ومهم جدا نتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات ونستمتع بالاجازه ان شاء الله. اكيد، كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف مع بعض على درجات الحراره بالتفصيل، ونبتدي بمحافظه القاهره اللي العظمى فيها 33 والصغرى 23، الاسكندريه 28 21، مطروح 27 20، سيوه 34 21، بورسعيد 29 21، دمياط 28 22،
23، الإسماعيلية 33-23، والسويس 33-23. العريش العظمى 29 والصغرى 21، طوبة 34-24، كاترين 29-17، شرم الشيخ 38-27، والغردقة 39-27، الفيوم 34-22، بني سويف 34-23، والمنيا 35-23. درجات الحرارة بتستمر في الارتفاع كل ما اتجهنا ناحية الجنوب، فبنلاقي أسيوط بتسجل العظمى 36 والصغرى 24، سوهاج 37-25، قنا 38-25، الأقصر 39-26، أسوان بتسجل أعلى درجة حرارة النهاردة 40 درجة مئوية في الظل والصغرى 27، الوادي الجديد 39-26، شلاتين 36-24، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 23. وبكده بنأكد مشاهدينا من فضلكم كل اللي بيتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس دايما يحاول ان هو يشرب اكبر كمية ممكنة من المية. ربنا يسلمكم جميعا. خلينا على طول نرجع لعبد الصمد والهدير نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا لك يا منى. شكرا.